أعزائنا المستمعين، نبقى مع خطبة الجمعة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، وهي بعنوان قصة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا، ويفرج بها كرباتنا، ويكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، يا أبا القاسم يا محمد أدركنا بإذن الله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، القائل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إخوة الإيمان، تحدثنا عن البدعة وجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتحدثنا عن شيء من قصة المولد، ويسرنا اليوم أن نتحدث معكم عن قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم. توفي والده عليه الصلاة والسلام عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو ما زال في بطن أمه، ولما مات والده ضجت الملائكة سؤالا لا اعتراضا، لأن الملائكة لا يعترضون على الله. قالوا: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيما؟ قال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك، وأنا على كل شيء قدير. وقال تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. فكان من قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة ما جاء عنها، حيث قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان، وهي الأنثى من الحمير، في سنة القحط والجدب التي لم تبق شيئا، ومعي زوجي ومعنا ناقة مسنة لا يسيل من ضرعها قطرة لبن، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثديي ما يغنيه. قالت: قدمنا إلى مكة ولم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله فتأباه. قالت: وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود، ولكن رسول الله يتيم. قالت حليمة: لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت: فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي. فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله. فقال: عسى أن تكون فيه بركة. فأخذته فسعدت بأخذه، وأقبل عليه ثدياها بما شاء الله من اللبن، وشرب من اللبن حتى تركه من الشبع، فأدارته إلى ثديها الأيسر، فامتنع إلهاما من الله تعالى،
كأنه قد علم أن له في ذلك شريكا، فظهر منه حينئذ الإنصاف والفضل، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه جبل على الإحسان والعدل، فكان الأيمن يكفيه والثدي الأيسر لأخيه. وقام زوج حليمة إلى الشاة فإذا بها لبن كثير، فحلب منها ما كفاهما شرابا. وحين قدموا أرض بني سعد اهتزت وأخصبت، فإذا كان الخضر سمي بالخضر، لأنه كان يجلس على الأرض اليابسة فتخضر بإذن الله، فكيف بأفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قدمت حليمة إلى أرض بني سعد فأخصبت بعد أن أجدبت، وكثرت مواشي حليمة ونمت، وزادت مواشيها وأخصب ربعها، وقد عم هذا السعد كل بني سعد. وفي بعض الأيام جاءه جبريل وميكائيل فأضجعاه وشقا بطنه وغسلاه بماء زمزم وختما على ظهره بخاتم النبوة، فخاف أخوه عليه، فأتى أمه أي حليمة وأخبرها بخبر محمد عليه الصلاة والسلام، فخافت حليمة عليه وأعادته إلى أمه وسلمته إليها. وانصرفت حليمة بجفن من الفراق قريح، وقلب من الاشتياق جريح، وخاطرها بالحبيب مشغول، ولسان حالها ينشد ويقول: أستودع الله في ذاك الحما قمرا، بحسنه لقلوب الناس قد قمرا، رمى فأرمى جهار الشوق في كبدي، وللوداع وقفنا والكرى نفرا، تبارك الله ما أجلاه من قمر، بنور طلعته قد حير الشعرا، ترى تعود ليالي الوصل تجمعنا، ويبلغ الصب من أحبابه وطرا، يا قلب هذا الذي قد كنت أحذره صبرا على ما قضى طوعا لما أمرا. فارقته حليمة وأحشاؤها بسيف الشوق كليمة، وشوقاه إليك يا رسول الله، اللهم أعد علينا ذكراه العظيمة بالأمن والأمان يا رب العزة يا الله. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إخوة الإيمان، لقد دعانا الشرع الكريم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولقد كثرت في هذا الزمان عبارات فاسدة انتشرت بين كثير من الناس، فحرصا منا على دين الله نختار عبارتين فاسدتين للتحذير منهما في كل جمعة من الخطبة الثانية. وأنت بدورك أخي المسلم
علم ما تعلمت لغيرك حتى يعم الخير ويحصل النفع العظيم بإذن الله. فكم وكم من الناس لما يبلغهم التحذير من بعض العبارات الفاسدة الكفرية يرجعون عنها ويتشهدون للخلاص من الكفر. فكما أن لخطيب الجمعة دوراً في التحذير من الكفر والضلال، وكل واحد منكم له دور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم نحذركم من قول بعض الناس باللغة العامية اسلم لربك، لأن هذه العبارة معناها الدعاء لله بالسلامة. الله تعالى منزه عن كل عيب، منزه عن النقص، عن العجز، عن الجهل والتغير، عن المكان، وعن كل ما هو من صفات الخلق. الله تعالى هو السلام أزلا وأبدا، ومعنى السلام ذو السلامة من كل آفة ونقص. فالله لا يدعى له، بل يدعى هو سبحانه، أي عباده يدعونه. نحن العباد ندعو الله، نقول: اللهم إنا نسألك السلامة، أي السلامة لنا. أما من قال اسلم لي ربك، فهذا إن كان يفهم المعنى فقد خرج عن الدين والعياذ بالله. وكذلك لا يكون مسلما من قال لشخص آخر الله يظلمك، لأنه نسب الظلم إلى الله، والله تعالى منزه عن الظلم. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وبعض الناس يقولون والعياذ بالله: الله يفتري عليك، فهذا أيضا يكفر إن كان يفهم المعنى ويخرج من الدين. وفي الختام، إياك أخي المسلم أن تلتفت إلى وسوسة الشيطان أو تشويش إنسان جاهل، كأن يقول لك: لما هذه الجمعية تكثر الحديث عن هذا الموضوع؟ من قال كذا كفر، ومن قال كذا خرج من الدين، لما يكثرون من هذا الكلام؟ فليكن جوابك حاضرا وسريعا وصريحا. قل له: إن كنت في سيارتك وجاء من يقول لك: انتبه بعد مسافة كذا حفرة كبيرة حتى لا تقع فيها، كم تشكر هذا الإنسان لأنه أرشدك لما فيه سلامتك وسلامة مالك في هذه الدنيا الفانية؟ فكيف بمن يرشدك للسلامة في دينك؟ فالسلامة في الدين لا يعدلها شيء. نعم، إن السلامة في الدين لا يعدلها شيء. اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. استمعنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان: قصة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم.